Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your brother Abdul Mujib and welcome to the One Nation School in Idlib. Today we are going to join inshallah the year one class here to have a nice quiz. So let's go and have a look how they do. Assalamu alaikum. شلونكم؟ الحمد لله. إن شاء الله راح يصير عندنا مسابقة إن شاء الله، وكل واحد اللي يجاوب صحيح له إن شاء الله جائزة. جاهزين إن شاء الله؟ نعم. الله يبارك فيكم. الله 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 الله. من يذكر أفعال إذا فعلته أسيرا على الطريق المستقيم؟ تفضلي راما. أصلي وأصوم وأقرأ قرآن. تمام. شو اسمك؟ جانا. جانا ما شاء الله يا جانا. ما هي أعظم السورة في القرآن الكريم؟ الفاتحة. شو اسمك؟ كم مرة نصلي في اليوم والليلة؟ 5 مرات. ما هو الأسماء للصلوات؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ما شاء الله. قبل الأكل ماذا تقول قبل الأكل؟ بسم الله. ما شاء الله عليك. ما واجبنا تجاه ربنا لأنه أنعم علينا نعما كثيرة؟ نشكر الله على نعمه. في أي شهر نزلت القرآن الكريم؟ برافو عليك. من هو أبوه البشر؟ آدم عليه السلام. ما شاء الله يا عائشة. شو اسمك؟ دعاء. أي سورة بدك تقرأي لي من القرآن الكريم؟ الناس. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. برافو عليكي. الله